مشاهدين في مصر والوطن العربي، اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حلم سعيد. ركزوا معايا بقى في اللي هقوله، عشان اللي هقوله ده عايز دماغ صافيه. الدماغ صافيه؟ صافيه. طبعا انتوا عارفين ان الظروف صعبه، والحياه محتاجه مننا كلنا اننا نحط ايدينا في جيوب بعض. والله لازم نحط ايدينا في جيوب بعض. خلينا اشرحها لكم بالراحه. احنا لازم نتعلم نساعد بعض يا جماعه، ونقف مع بعضينا. طب انتوا سمعتوا عن دايره الخير؟ حد فيكم سمع عن دايره الخير؟ ما حد سمع عن دايره الخير؟ طيب كل الاديان السماويه مصدرها واحد بس، هو ربنا. عشان كده ربنا قال لك لما تكون مزنوق والدنيا جايه عليك تعمل ايه؟ اتصدق. واوعى تفتكر انك بتدي حاجه من عندك ولا من جيبك، انت مجرد بسطجي. زي ما انت سمعت كده، انت بسطجي او مندوب توصيل مش اكتر. مهما كان مركزك ومهما كانت ثروتك، يعني مثلا لو بتشتغل في شركه، صاحب الشركه اللي انت شغال فيها انت مش شغال عنده، انت شغال معاه. القبض لما بينزل وتقبض فلوسك اللي في جيبك دي، بيكون فيها جزء ليك وجزء لبيتك وجزء لبتاع السوبر ماركت وجزء لبتاع الخضار وجزء لسواق الميكروباص وجزء لصاحب البيت وجزء للست اللي ساكنه فوق وجزء للست اللي تحت. طب انا هقول لكم على حاجه، انتوا عارفين يا جماعه ان اصغر فرد في العيله بيدير تجاره شاسعه؟ يعني بودي. عارف بودي؟ بودي لما بتدي بودي الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه، بودي بيروح فين؟ الله، لا بودي هينزل يروح الكشك. بودي هيشتري ايه من الكشك؟ هيشتري الشوكولاتات وهيشتري المشهيصات والحاجات ديت. يبقى بودي شغل الكشك، والكشك شغل الشركة اللي بتنتج المنتجات اللي بودي بيشتريها، والشركة شغلت ناس، والناس شغلوا الناس اللي بتوصل. يبقى بودي دور تجارة كبيرة جدا احنا مش عارفين عنها حاجة. احنا كلنا تروس يا جماعة في مكنة كبيرة، لو في ترس فيها مش موجود المكنة هتعطل. طيب اتفقنا على دايرة الخير، تشتغل عند صاحب الشركة، الراجل بيقبضك كل أول شهر، تاخد الفلوس بتحطها في جيبك، بتدي لمراتك، مراتك بتنزل تعمل شوبينج. طب لو دايرة الخير دي اتقفلت، لو قفلت دايرة الخير ولو الفلوس جاتلك حطيتها في جيبك وعملت نفسك مش شايف الناس دي كلها، وقفلت على أهل بيتك، وقفلت على أولادك، وقفلت على مراتك، يبقى أنت كده ضيقت دايرة الخير. عارفين إيه اللي هيحصل؟ الدايرة هتلف من وراك على طول، وهتلاقي نفسك أنت معاك الفلوس اللي بتاخدها أول كل شهر وما فيهاش بركة ربنا. وهنا يفرق كتير قوي لما يبقى معاك 10 جنيه فيهم بركة ربنا، أو معاك 1000 جنيه من غير بركة ربنا. الحكاية دي وحكايات كتيرة هنسمعها مع بعض، كل يوم هحكي لكم حكايه. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل حلم. احنا قريتنا تربينا فيها وما نقدرش نطلع منها، ان احنا يعني نشتغل بره القريه دي حاجه صعبه. بس انتوا نفسكم في ايه؟ نخدر الارض. ان انتوا تزرعوا الارض من 23 سنه، انتوا بجد نموذج حي للمرأة المصرية القوية والمرأة السعودية الجدعة. ومن الجملة دي هقول دقت ساعة الصفر. ورجعنا لكم ومعانا قصة نجاح. قصة نجاح. سمعتوا يا جماعة عن اللي رجع للحياة؟ طب سمعتوا اللي رجع للحياة من الموت؟ أنا بقى معايا الجديد، أنا معايا اللي رجع للحياة بعد الموت بس صنع حياة تانية لناس تانيين. رحبوا معايا بالحاجة فايدية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أخبار حضرتك؟ أنت عاملة إيه يا حاجة؟ أنا كويسة الحمد لله. كله تمام؟
تمام الحمد لله. انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمع. احكي لنا الحكايه من طقطق. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المفاجاه الكبيره جدا ان انا اتجوزت بنت 14 سنه. حياتي كلها كانت في بيت اهل جوزي ومعايا 6 اولاد. معاكي 6 اولاد؟ معايا 6 اولاد، 2 بنات و4 صبيان. ما انا اتجوزت صغيره وكملت تعليمي عند اهل جوزي، لان حماي الله يرحمه كان بيحبني جدا. فالطفل الاخير رحت عند الدكتور قلت له خلاص بقى انا مش محتاجه عيال تاني، فكفايه على كده. قال لي لا، انت عندك استعداد تجيبي 10 عيال تاني. الله اكبر عليكي، كانك ما وضعتيش ولا مره، والله ما بغير لك حرف، وده كله بصدق. يعني انت ايه يعني؟ قال لي هنحط لك لولب اثناء العمليه وهتبقي زي الفل. قلت له طيب تمام. دخلت اوضه العمليات وخلاص انا واثقه في الدكتور جدا. الدكتور ده من عندنا من مركز العدوى، اساسه من اسكندريه. لما وضعت فلجل المثانه والرحم. هو اتفق معاكي ان بعد الولاده هيركب لك اثناء عازل مانع للحمل؟ اثناء الولاده. اثناء الولاده. فكان ده اكبر خطر جامد جدا عليا. فمن سوء حظي فلجل المثانه وفلجل الرحم وما قالناش. قعدت اكتر من 15 يوم وقال لي انت لازم تكوني متابعه معايا، وما رضيش يديني اي علم. وكان مركب لي قسطره، كل ما امشي اللحم يتقطع مني وانا مش عارفه ايه الدنيا. وحالتي بقى كل ما اروح متاخره، مش انا اللي كل وقت ابقى حاجه حلوه معاك. رحت له دكتور في حاجه غلط، لاني انا مش اول مره اوضع وانا عارفه نفسي كويس جدا، فاكيد في حاجه غلط. قال لي مفيش حاجه. ما صدقتوش، رحت على دكتور اشاعه. قال لي ده انت الدكتور اللي خليكي وضعتي فلجلك المثانه وفلجلك الرحم، وفي نفس الوقت حاطط لك لحم واحنا ما نقدرش نشيل. ازاي يا دكتور؟ طيب اللحم اتكون عليه؟ لا، هو مقطع كل اللحم، لان انا كنت بمشي وانا مش عارفه. طب اعمل ايه؟ رحت للدكتور واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، لفيت من العدوى للمنيا، ما خلتش ولا دكتور. اما عجزت عن الموضوع وخلاص بقى فقدت الامل في نفسي. رجعت كنت تعبانه جدا جدا فوق ما تتخيل. عندنا في البلد كل شويه ينادموا في الميكروفون انا لله وانا اليه راجعون. كانت الناس اللي هي عارفاني ان انا تعبانه، ده اكيد فايديه اللي ماتت دي، لدرجه انهم جابوا لي الكفن بتاعي. وحماية كان دايما يبكي عليا. جابوا لك الكفن؟ فانا سكت خلاص، انا فقدت الامل في حياتي. فقالوا لي في مستشفى اسمها مستشفى جنين في مصر. المستشفى دي فيها دكاتره من امريكا ومن كل جميع الدول، الدكاتره بتاعتها ممتازه جدا، بس المستشفى دي نار ما تقدريش تخشيها. غاليه يعني؟ جدا. طبعا احنا متوسطين. فقلت ما فيش مشكله يا جماعه، اتصرف. اهلي وجوزي ما كانوش متاخرين، اتصرفنا ورحنا المستشفى. حجزنا كشف، من حسن حظنا الدكتور كان موجود، دكتور نسا كان واخد الماجستير بتاعه الطب من امريكا، اسمه الدكتور شريف. دخلنا عنده كشفت، قال لي ليه كده؟ ايه ده؟ فقلت له دكتور والله امر 1 2 3 زي ما حكيت لحضرتك كده. قال لي ده اللولب نصه في الرحم ونصه في المثانه، فده مبهدل جدا وهتخش العمليه دلوقتي في الوقت الحالي هتخش عشان نشيل لك اللولب. طبعا الدكاتره بتاعت المنيا كلها قالت مستحيل، لان انت لسه فاتحه قيصريه واحنا ما نقدرش نديكي اكتر من كده. قلت لهم مفيش مشكله. طب يا دكتور انا عايزه اتنقص بقى. طب يا دكتور ايه الموضوع؟ قالت لا حسبي بره. قلت له حاضر. دفعنا 5000 جنيه، كانت ال 5000 جنيه 5000 جنيه. رحت دخلت شال اللولب وطلعت له، فكنت تعبانه جدا. كانوا شايليني بقى، والله كل اللي كان معايا كان بيقول احنا خلاص يا توصل يا ما توصلش. فشلت اللولب، حسيت براحه نفسيه وفقت كده. قال لي تعالي بقى عشان ما اغشكيش. قلت اتفضل. قال لي احنا هنعمل لك عمليه، وعمليه كبيره جدا لان المساله بتاعتك متبهدله. هيخيط بقى، هنشيل الرحم، هنفتح بطنك 4
تكسان، انا هقسم لك عشان لما تيجي ما تتفاجئيش. قلت له تحت امرك، قول اللي انت عايزه. واحده ميته مش متعشمه في نفسها اي حاجه تاني. قال لي هنقسم بطنك اربع ارباع، في هيقف معانا من دكاتره المثانه اربعه وثلاثه نساء، هنشيل الرحم خالص طبعا انت حضرتك مش عايزاه، وهناخد منه رجع. مش عايزاه؟ ما هو خلاص، ما هو باظ، الدنيا باظت عندي، وهنرجع منه المثانه علشان ما نلف الكيش الميه من الجنب. قلت له ماشي، ايه تختاري كده يا كده؟ قلت له لا خلاص اللي انت شايفه صح يا دكتور، انا تحت امرك، انا مسلمه بقى. قال لي طيب هو في احتمال 1%؟ قلت له 1%؟ قال لي قلت له طب ما تغلبنيش، عامل العمليه وخلاص. قال لي لا لازم اقول لك، خلينا 1% بس، جهزي نفسك للعمليه و40 يوم العلاج ده والقسطره دي ما تتخلعش. قلت له حاضر يا دكتور تحت امرك. تابعت التعليمات واخدت العلاج بتاعي، تقريبا كلفني مش عايزه اقول لك مبلغ وقدره، ورقدت على السرير 40 يوم في بالفعل، ورنيت عليه دكتور ال 40 يوم تمت، كان مديني بقى رقم تليفونه متابع معايا، انا لسه ما اعرفش حاجه. قال لي روحي اعملي اشعه عندكم في مركز مغاغه، مش اشعه عاديه. قلت له تحت امرك. رحت عملت الاشعه بعد ال 40 يوم، والدكتور بتاع الاشعه بيقول لي استاذه هو انت جايه تعملي اشعه ليه؟ قلت له انا صبح هعمل عمليه، هيشيلوا لي الرحم وخيطوا لي المسام. خلاص كده. قال لي انت ما عندكيش حاجه خالص. ايه؟ طب بتقول ايه؟ والله ما بغير لكم حرف. دموع عينيه نزلت الشر، بتقول ايه؟ وبلمت كده. جوزي قال له بتقول ايه؟ احنا بكره هنعملها. قال له يا باشا الاشعه ما فيهاش حاجه خالص. عمليه ايه دي اللي انتوا هتعملوها؟ الدنيا زي الفل. جايز يعني بتاع على قده. لا ما انا قلت كده ومش مصدقه برضه. رحت للدكتور بقول له دكتور انا عملت الاشعه وجاهزه لحضرتك ومجهزه الفلوس، بس الدكتور الاشعه بيقول لي ان انت ما عندكيش عمليات. قال لي لو انت عايزه تعمليها عندكم في الصعيد براحتك، عايزه تهربي من الموضوع براحتك، انما ما عندكيش عمليه ازاي؟ ده مستحيل طبعا. قلت له دكتور اقسم بالله الاشعه في ايدي، والدكتور قال لي انت ما عندك عمليه خالص، وانا حاسه بنفسي ان انا فعلا خفيت. قال لي براحتك يا ماما، وراح قفل التليفون في وشي. ده مش مصدقنا ومكذبنا، وهو يعني ليه الفضل بعد ربنا. قال لي مفيش مشكله نروح. بالفعل رحنا، ما كدبناش خبر، ركبنا ومشينا على مصر، قلنا لبره طبعا بالحجز ومش اي حد يخش وكده. فقلت له انا هساله 5 دقايق بس، مش هتاخر اكتر من كده، واللي انتوا عايزينه. قال لي ماشي. دخلت للدكتور طبعا اول ما شافك كان متضايق منك. قال لي جاي لي مش كنت هتعملي عمليه في الصعيد؟ قلت له دكتور اقسم بالله الاشعه تحت امرك، هي لو في عمليه انا مش هلاقي دكتور افضل منك. اول ما شاف الاشعه اتفاجئ جدا، انت بتقولي ايه؟ ده من كرم ربنا. راح لا لا, لا 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 والله ما بغير لك حرف. قام سجد للارض. قال سجد؟ قال لي للارض. قال لي اسجدي واشكري ربنا، انت فيكي حاجه لله. قلت له يعني انا فعلا ما عنديش حاجه؟ قال لي ما عندكيش حاجه. مش عايزه اقول لك السعاده والفرحه كاني اتولدت من جديد. ما بقتش عارفه احوش دموعي. فرحانه جدا الدكتور اللي انا متمسكه في ربنا ثم فيه، قال لي فعلا ما عندكيش حاجه. فرحت، سبت وروحت، فرحت اهل بيتي وجيراني وناسي واهلي وكل اللي كان مستني في ايديها هتموت. وانت كنت جبت الكفن صح؟ وجبت وعيالي وبيتي بقى وكله فاقد الامل فيا، وانا اصلا من كتر ان انا هتعملي عمليه وهتموت ومش عارفه ايه، عندي احباط، خايفه فعلا طالما في كفن جات ممكن فعلا هموت والكلام ده. حسيت ان كل ده راح، ستي اتولدت من جديد، بقيت اتنطط. اللي كانت هتعمل عمليه الصبح بقت دايره تتنطط. طب تعالى اعمل لكم اكل، تعالى اعمل لكم شرب، اقعدي اقعدي استني استني. عملتي ايه مع ربنا؟ عملتي ايه مع ربنا عشان يكرمك الكرم ده كله؟ عملتي ايه مع ربنا؟ الحمد لله. عملتي ايه مع الخالق؟ الحمد لله، الحمد لله، ده فضل ربنا علينا. كلمت بقى جوزي قلت له انا نفسي اعمل جمعيه واعمل لله. قال لي ليه؟ قلت له انتوا كنتوا كلكم فاقدين الامل فيا، اعتبروني مت، انا اعمل لله، عايز اشتغل ونفسي زي ما ربنا كرمني. ريحيني كرمني، ريحيني، قولي لي عملتي ايه مع ربنا؟ انا كنت راضيه بحكم ربنا، ما اعترضتش،
رغم تعب اللي انا كنت فيه ما كانش بيفوتني فرض. طيب انا عايز اعرف بقى، خلاص شكرنا ربنا وقلنا الحمد لله وربنا حقق اياته الحمد لله في ان الشافي هو الله اولا واخيرا طبعا ابتداء واخرا الحمد لله. عايز اعرف بقى الخطوه اللي بعديها. الخطوه اللي بعديها انا استأذنت من جوزي وعملت جمعيه. طبعا الجمعيه دي جمعية جمعيه خيريه. جمعيه خيريه طبعا وزاره التضامن الاجتماعي. ماشي. راس مالها كان ايه؟ كان صفر. ما كانش فيه لسه راس مال الجمعيه. طب فلوس العمليه اللي انت كنت محوشاها؟ فلوس العمليه اللي انا كنت محوشاها اسست بها، جهزت ورائي مستندات. يعني عايزين نقول مثلا دلوقتي ان الفلوس اللي انت كنت شايلاها للعمليه بدات بيها ابتديتي بيها ابتديت بيها. ما تقوليش بقى من الصفر. يعني كان راس مالك، كان راس مالك فلوس عمليتك. فلوس عمليتي. فاحنا بدانا، وطبعا عندنا في البلد الناس متاخره جدا على قدها خالص. احنا اخرنا نروح الجبل نقضي مصلحتنا، نيجي ننام في البيت، نروح الجبل كده. ما عندناش لا تعليم كويس، ولا ست تطلع بره، ولا ست تطلع جوه، ولا ينفع تاخر بدري، ولا الكلام ده خالص، ولا يعرفوا يعني ايه جمعيات خيريه، ولا يعرفوا حاجه. اللي عايز يزكي من جيبه بيزكي، يروح يعرف فلان الغلبان ده يزكي. ما يعرفوش الاتجاه ده نهائي خالص. نشاط الجمعيه بتاعك ايه؟ نشاط الجمعيه بتاعتي اولا تحفيظ قران كريم. تمام. إيه عندي 150 طفل يتيم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بنحفظهم قران. استني بس، استني بقى، ما اديتيني ال 150 وجريتي. انا هكملك بقى. ال 150 دول، ال 150 دول في الدار عندك؟ مش، لا ما احنا ما عندناش اقامه كامله. اقامه لا. امال ايه؟ العادات والتقاليد بتاعتنا ما ينفعش الطفل مثلا ليه بيته. بس بيجي كفاله يعني بتكفي ليه. بالظبط. تعليميا وصحيا. وصحيا واكل ووجبات كمان. وجبات و 150 طفل بتكفي. استني بس، وايه اللي وايه؟ جننتيني. طيب. 150 طفل متكفله بيهم؟ الحمد لله ربنا. مش انا ممكن ممكن اقوم اسلم عليكي؟ يا رب يبارك. اسلم على الايد الطيبه دي. ربنا يحفظك يا رب يحميك. شكرا ليك. طيب عندك 150 طفل بتكفوا ليهم. تمام. وايه الانشطه الثانيه اللي انت بتقدميها؟ طبعا تحفيز قرآن. تحفيز قرآن. رعاية المرضى. أعمار. تدخيل مياه. ممكن نعمل سقف. يعني السقف ده غير الأعمار نفسها، لأن احنا عملنا 156 بيت تشطيب لوكس كامل مع جمعية الأورمان، دخلين أكتر من 3000 عداد مية. الناس 3000 عداد مية. طيب ممكن تقولي لي الشخصيات الهامة اللي زارتك وياريت ينزلوا لنا الصور؟ مين الشخصيات اللي دي كانت اكبر مفاجاه ليا. ان انا احنا طبعا جمعيه في قريه ومعدومه، وكنت انا لازم اروح اخبط على الجمعيات كبيره علشان اجيب منها كراتين وشنط. الصوره اللي معانا ده مين؟ ده سفير الفاو من الصين. دي وانا بمضي البروتوكول. دي مديره الجمعيات في محافظه المنيا. دي العلاقات العامه في المحافظه. مين تاني جه زارك؟ سفير الكندي. سفير الكندي. وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين. كل الشكر والتقدير ليها طبعا. ده دكتوره نيفين امبارح. الدكتوره نيفين دي فعلا هي اللي بتطبطب على المصريين. هي هي اللي بتدي القوه للمراه. لما بنشوفها بنفتخر بيها ونتعلم منها. طيب انت في اتنين اصريتي ان هم يكونوا موجودين معانا النهارده. ممكن تعرفينا بيهم؟ حاج مدحت بريع مبروك. اهلا وسهلا. والاستاذ محمد علي حسين. طيب عايزين نعرف ليه اصريتي يبقوا موجودين معاكي النهارده. طبعا هم مشرفينا، احنا بنحييهم. المايك دول شركاء النجاح. طب خلينا نسمعه بقى. طب اتفضل. طبعا احنا سعداء النهارده بيكم، وان احنا اللي سعداء بيكم وبايديكم اللي كلها خير. احنا لو نطول نمسك صوابعكم دي كلها نبوسها والله العظيم ما هنتاخر. بنشكركم على حسن الضيافه ليكم يعني، وسعداء بك استاذ سعيد في حلمك السعيد. يا رب يفضل الحلم بس بشرط يكون سعيد. بتعملوا ايه؟ كنا بننزل الميدان نعمل بحث ميداني. بتشوفوا بقى الاكثر احتياجا والاقل حظا. بالظبط كده. تمام. يعني كنا بنبحث بيت بيت.
وما ينفعش ان نجيب اخباره من بره، لا احنا اللي كنا بننزل. طب اكتر قصه تعبتك او وجعتك ايه في القصص اللي بتجمعوها؟ في طفلين ايتام عندهم واحد 32 سنه واحد 35 سنه، الاثنين كفة وما بيتكلموش وما بيسمعوش، والله يعين امهم عليهم. بصراحه اسره تعبانه جدا وحالتهم الله المستعان. بس انا كل ما يجي متبرع عندي ما بسيبهمش، ولو اعرف اديهم عين من عيني هديها لهم. الاسره دي اسره فعلا تعبانه. مصدر دخلهم ايه؟ امهم بتقبض تقريبا تكافل وكرامه. ده مصدر دخلهم الوحيد؟ معاهم ابن بيشتغل بالاجر فقط لا غير. شو انت بتعملي معاهم ايه؟ بساعدهم بقدر امكاني. اي متبرع يجي عند الجمعيه الحمد لله بفضل الله تعالى جمعيه شهرت ومتبرعين كتيره جدا، ومن هنا من القاهره ربنا يبارك في عمرهم ويسعد قلبهم يا رب. اللهم امين. ديهم على قد نيتهم واكتر واكتر. اتعرف على حضرتك؟ محمد علي، المدير التنفيذي للجمعيه الاهليه. طبعا بدايه يعني رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين في برنامج حلم سعيد، ربنا يبارك فيكم. احنا يعني بفضل الله اشتغلنا في كذا نشاط مختلفه زي انشطه تعليميه. كان معانا برنامج مشروع قريه متعلمه، بفضل الله عز وجل كان في استفاده لسيدات اللي هم اولادهم في المدارس اللي هي المدارس المجتمع المدني او مدارس الفصل الواحد. بفضل الله اشتغلنا عليهم تطوير للمدارس وتطوير ليهم من الناحيه التعليميه، رفع الكفاءه الثقافيه ليهم. وبفضل الله عز وجل دخلنا في شراكه مع الفاو في مشروع تحسين سبل العيش، كان معانا بفضل الله اكتر من 200 سيده مستفيده، وحصل من خلال المشروع مشروعات متنوعه لسيدات رفع من مستوى الدخل بتاعهم، وكان في مشروع لمنتجات البان. استنى بقى، انا عايز اسالك سؤال بما انك المدير التنفيذي. تحت امرك. الجمعيه الحلوه دي نقدر نقول في كام بني ادم في مصر بيستفيد منها؟ قول له بقى اجمل لي. يعني ممكن بفضل الله من ساعه ما اشتغلنا الى الان يعني يعدي 6000 فرد واكتر. ابتديت يبقى لك قد ايه؟ من 2009. من 2009 جمعيه مشهوره. 2009 رقم الاشهار بتاعها 2044 سنه 2009. طيب تسمحي لي تيجي تقفي جنبي؟ طبعا لي الشرف. الست الطيبه اللي جنبي دي كانت رايحه القبر معاها كفنها، ربنا قال لها ما تقلقيش، طبطب عليها، راحت تعمل تحليل لقيت ما عندهاش حاجة. من 2009 إيديها في الخير، من 2009 لغاية دلوقتي عندها 6000 واحد بيستفاد من الخير اللي ربنا بعته لها. أنا باسم البرنامج وباسم القناة، وينفع لو اقول باسم مصر، بقول لك شكرا 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 يا ست الكل، انت من هوان مصر. اعزائي المشاهدين، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا في حلم سعيد. احنا قريتنا تربينا فيها وما نقدرش نطلع منها، ان احنا يعني نشتغل بره القريه دي حاجه صعبه. بس انتوا نفسكم في ايه؟ نخدر الارض. انتوا تزرعوا الارض. من 23 سنه انتوا بجد نموذج حي للمراه المصريه القويه والمراه السعوديه الجدعه. ومن الجمله دي هقول دقت ساعه الصفر. زي ما عودناكم في حلم سعيد احنا قررنا ما نحلمش لوحدينا، تعالوا نشوف مين هيحلم معانا النهارده. بدأ اسم مجموعة أظا مينا يتعرف أكتر بسبب حلم بدأ في سنة 2022 مع بداية مشروعاتهم أورو فيلات العبور، أول مجمع سكني للفيلات فقط في مدينة العبور.
تم بناؤه على مساحة 27 فدان وبيتكون من 188 وحدة على مساحات خضراء. أورو فيلات العبور موجود في الحي السادس وموقعه مميز وقريب من كل الأماكن، وهو مميز بحياة الخصوصية والرفاهية، وتم بناء مساحات مختلفة من الفيلات عشان تكون مناسبة للجميع. وعشان حرصهم على كل التفاصيل، أورو فيلات العبور مجهز بكل التسهيلات والخدمات وبداخله ستريب مول على مساحة كبيرة من الكومباوند. أورو بيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، منها مول تجاري، مركز طبي متكامل، نادي وملاعب رياضية، وأكيد نظام أمن وحراسة على مدار 24 ساعة. مجموعة AMG من 30 سنة بدأوا ولسه مكملين. خلونا نتفق إن النجاح عمر ما بيجي بالساهل. النجاح عشان يجي لازم تقف جنبه وتسنده، تتعب وتقف معاه لغاية ما يطلع لفوق. تعالوا بينا نتعرف على حد وقف جنب الشركة وكان داعم ليها لغاية ما وصلت للمكانة دي. الأستاذ أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة مجموعة أفامينا، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، يتمتع بخبرات هائلة تصل لأكثر من 30 عاماً في القيادة الناجحة، مما جعل مجموعة أفامينا اسماً موثوقاً به محلياً وعالمياً. يمتلك رؤية مستقبلية تجعل المجموعة في تقدم مستمر. مجموعة أفامينا لديها خبرة في أكثر من مجال، منها الزراعة والصناعة والإسكان والتعمير. تتميز المجموعة بتنوع عملياتها وإنشاء كيانات مختلفة. في عام 1994 بدأ بشركة للتطوير العقاري AMG أوليف تري، ثم مشروع مزرعة الملكة والأمير، وكانت البداية لتصدير منتجات مصرية للخارج. في عام 2000 أسس مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت الذي شارك في مشروعات مصرية وعالمية. في عام 2001 أسس شركة البتول للرخام والجرانيت، وكان ذلك سبباً في دخوله السوق الإماراتية بقوة. شاطر قوي ومصري قوي وجدع قوي، وقال لي يا سعيد انت مش هتحلم لوحدك، خدني عشان هحلم معاك. رحبوا معايا بالأستاذ أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة شركة AMG أفامينا جروب. كل مرة هتيجي تقعد قدامي يا أستاذ أشرف هقولك انت ليه جاي عشان تحلم معايا، عشان هو حلم سعيد. ربنا يخليك. طيب قبل ما نخش في الأحلام، وحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بقيت مشهور جدا دلوقتي في الأحلام، خلينا نتكلم الأول في الشغل وبعد كده نروح على الأحلام. طيب عايزين نتكلم على أورو العبور. احنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده، وحضرتك أول حاجة قلتها لي يا سعيد أهم حاجة في المشروع اللوكيشن. تعال بقى نشرح الموضوع بقى باستفاضة، وعايزين نعرف أورو العبور بتتميز بإيه من حيث الموقع. بص، هو أي مشروع سكني تحديدا أهم حاجة فيه على الإطلاق نمرة واحد الموقع، نمرة اتنين الموقع، نمرة ثلاثة الموقع. إيه الميزة عندنا في أورو العبور؟ أورو العبور هو لوكيشن فوق الرائع على 4 شوارع، الكومباوند على 27 فدان. هو مجموعة عبارة عن 188 فيلا وتاون هاوس وتوين هاوس. فإحنا بنسلكت الكاستمر بتاعنا، بنسلكت الكوميونيتي نفسه، زائد ان احنا بنسعى دايما ان احنا نعمل مجتمع راقي، ويبقى بنعلي المنطقة كمان بتواجد ناس راقية. أكيد. بنعمل مباني راقية، مباني صديقة للبيئة، مباني على تصميمات عصرية. احنا جايبين الديزاينر بتاعنا المهندس كريم محب، يعني كرياتيف قوي، وعمل لنا فكرة المشروع ككل. واجهاته مميزة جداً على الطراز الإيطالي أكتر شوية من الطرازات اللي هي بيسموها إيه؟ اللي هي ألترا مودرن. ألترا مودرن، آه. الميزة التانية إن إحنا بنحاول نعمل المجتمع ده بيبقى متكامل الخدمات. يعني بعمل لحضرتك كلاب هاوس حلو، ولادك يجروا ويلعبوا ويتحركوا جوه كومباوند، سيكيورتي عالي بأسوار حوالين الكومباوند. عندك مول تجاري في كل اللي بيحتاجه الانسان، سوبر ماركت، كل حاجة. في صيدليه، حتى عاملين مبنى طبي جميل جدا. المبنى الطبي دوت ان هو يساعد
في الحالات الامرجنسي، في حالات اللي هي البسيطه، واحد عايز يلحق في الاول يعني يلحق يكشف. الله. فالحاجات دي بتبقى يعني انت بتبقى حاسس ان انت عايش في مكان كويس قوي ومبسوط، هو متأمن. واحنا يهمنا جدا ان يبقى كل انسان سعيد. اكيد طبعا. طيب ما فكرتش حضرتك لما تيجي ان انت دلوقتي حضرتك عندك مشروعك في العاصمه ودلوقتي احنا بنتكلم على العبور، هم تقريبا يعتبروا في نطاق قريب من بعض، ولا انت شايف حضرتك ان السوق فعلا يستوعب ويستحمل ان يبقى عندك مشروعين ضخمين قريبين من بعض؟ لا، هو الفكره ان انت دايما لما بتيجي انت كاستراتيجي للشركه دايما بتبقى لازم تلبي كل احتياجات العمال. يعني احنا بنبتدي بالشقه للعروسه والعريس اللي هي الشقه ال 120 متر لغايه الفيلا للاسره الكبيره. فانا ببقى همي دايما في اختياراتنا لمشاريعنا ان انا البي احتياجات كل العمال، بحيث ان انا ما اخسرش طبقه من المجتمع. طبقه من المجتمع محتاجه حاجه معينه، فدي بتفيد المشروع وبتفيد الشركه. اكيد طبعا. دلوقتي خدمه ما بعد البيع مش دايما احسن حاجه في مصر، ودايما تلاقي معلش يعني المطورين العقاريين عمل المشروع وباعه خلاص، بقى يقول لك بقى الناس تتصرف بقى، تلم من بعض، يعملوا مجلس امنا. بس انا عارف ان انت دي مش مدرستك. لا لا، وان انت معاك المشروع مكمل ما بتسيبوش، حتى العمارات اللي انتوا عملتوها لغايه دلوقتي ما سلمتوهاش للناس اللي هم بقى يضربوا دماغهم في الحيطه، وبتسندوهم واقفين معاهم لغايه دلوقتي. لا، احنا عاملين حاجه جميله قوي، احنا مؤسسين اوريدي شركه لاداره المشروعات وصيانتها. يعني انا شويه لما احنا سافرنا بره دي استفدنا بها من بره، في ان هم في شركات بتبقى متخصصه في صيانه العقارات، الصيانه والاداره، اللي هي ده اللي بيخلي باله من الحدائق بتاعه الكومباوند، بيخلي باله من النظافه، بيخلي الأمن، من الامن، الصيانة، بيخلي باله اللمبه دي اتحرقت، اللمبه دي بايظه، المايه فيها مشكله، الكهرباء فيها مشكله. فاحنا قدرنا ناخد الفكر اللي من بره ندخله هنا في مصر، بحيث ان يبقى يعني انت عملت شركه اداره بتاعتك، شركة برضو مستقله تماما. هي تملكها أفامينا، لكن هي شركه مستقله تماما، هدفها الرئيسي ليها مديرينها وليها مهندسينها وليها الصناعيه بتاعتها، هي تبقى مسؤوله في الاول وفي الاخر عن كل التفاصيل بتاعت خدمه ما بعد البيع، بحيث ان حضرتك حتى لان انت العقار نفسه ده قيمه. طبعا العقار القيمة دوت أنا ينفع لازم أنا أصينه وأخلي بالي منه عشان يفضل محتفظ بقيمته وتزيد. الكلام عن AMG أفامينا جروب كتير ومخلصي ومش هيخلص. مش هيخلص. إحنا دلوقتي هاخدك ونروح نحلم زي ما وعدتني، بس هنرجع نكمل كلامنا تاني في AMG وفي المشاريع وفي التطوير اللي انتوا عاملينه. يا أهلا وسهلا بيك يا أستاذ سعيد. هنطلع فاصل ونرجع نكمل أحلامنا مع الأستاذ أشرف، ويا رب أحلامنا تكون سعيدة. قريتنا تربينا فيها وما نقدرش نطلع منها، ان احنا يعني نشتغل بره القريه دي حاجه صعبه. بس انتوا نفسكوا في ايه؟ نخدر الارض. ان انتوا تزرعوا الارض من 23 سنه، انتوا بجد نموذج حي للمراه المصريه القويه والمراه السعوديه الجدعه. ومن الجمله دي هقول دقت ساعه الصفر. هذا الحلم يقدم إليكم من AMG. أنا سعودية حسن حسين أرملة، بيت من 25 سنة هنا، من السلمون الأرض بدون ما معاي العيال صغيرين. يعني نظيرة على مصطفى عندي 65 سنة، جينا قرية السماحة من سنة 2002 و2003. اسمي بسطوية بكير، 70 سنة أرملة، كان عيال لسه ما في المدرسة وربيتهم بجهدي. يعني اللي معها ذهب اللي معها حال كله إيه؟ خلصنا خطينا في الأرض وهي من ضمن بنشاق العيال، بقبل نقبض لنا 500 جنيه وهي المعايش كده. يعني
سلمونا على مرتين، سلمونا البيت الأول وبعد كده سلمونا الأرض. أول ما استلمنا فرحنا ولقينا الحياة إيه حتبقى بسيطة معانا وحتدينا وحنرتاح، فهنا لقينا الحياة صعبة بعد كده. كلش نقول أبدا الكلام ده ما جاش على بالنا، لا معانا عيالنا كانت نظيفة ما فيهاش ولا حاجة، مش حتى دكاكين تجيب بها البرشاق، اللي بتتعب بنروح لها على طول، احنا بنتلم على بعضنا كلنا بنروح، لو الواحدة معها مصلحة تسيبها وتروح لرفيقتها. احنا 303 هنا ناكل سوا ونشرب سوا ونقعد مع بعضينا وناجي في الليل نبات فوق البيت عشان ما فيش ضي، وبعدين برضو في حتة خوف يعني عشان صحراء وما فيش حد سكن قبل كده، ونضيع وقتنا هنا نطبل ونسلى يعني نعمل دي، واللي بتزرع لها حباية بصل بجرد المي، واللي يعني فرحانين كنا، واللي بتعمل لها حباية ثوم، واللي يعني كنا شديدين. اشتغلت كثير لحد ما بقوا رجالة وجابوا الجنيه، وزي ما ربيتهم ساعدتهم ساعدوني. أنا اشتغلت 100 شغلانة مش أكثر من شغلانة من مصغري، قطعت الطوب، بنيت الحيط، هديت الحوت، عملت يعني ونزلت السوق، وبقيت أبيع واشتري في الدير والمال والني، ويعني إيه ووقف وقفي يعني الحمد لله. أنا قمت بدور الأب والأم وربيتهم وكبرتهم وسهرت عليهم الليل ما نمتش عليهم يعني، ولغاية ما بقول المرحلة دي عيش لأولادي عيش لمين تان. طب احنا بعد ما مات أبوهم عيش لمين تان غير لأولادنا، حياتي كلها أنا عشتها لهم هم الحمد لله. لا ما فكرش في نفسي ولا لحظة، بس فكرت إن أنا أشتغل وأسعد عيالي وأكبرهم وأشوفهم إيه كويسين وأشوفهم مرتاحين. استهمام النفس ده بقى شمشي، بقت مسؤولية، ما فيش استهمام، استهمة في نفسي لحقت لي حمر وخدر، اهتمام الواحدة فرجت هكلت بقرت هكلت شربت نعجتها أهد اللي بنستهم فيها، فيش تاني حاجات تاني. لا إحنا ما فكرناش إن إيه نسيب المكان، لحد ذلك احنا متمسكين به مع انه في الحياة هي شايفها صعبة حوالينا يعني. نفسي عاوزة طحون وعاوزة الوحدة دي القاعدة فاضي، عاوزة دكتور اعمله للشباب. انا معايا حليم ولدي اشتغل فيها المشروع، لو فيه سوى حاجات. نفسي في القرية دي تبقى قرية نظيفة وقرية يعني نموذجية وفيها مي حلوة وفيها يعني مواصلات وفيها مثلا مستشفى او دكتور. أنا نفسي في حجي بس هذا شي حاجة ثانية. الحقيقة مبادرة من مبادرات الدولة إن هي تخصص قطعة أرض كبيرة شوية بتستضيف فيها من ينطبق عليه الشروط، والشروط في القرية ديت إن هم يكونوا من الأرامل، أطلق عليها إعلامياً قرية الأرامل، بس أنا هنا بسميها قرية صناع الأمل والهوانم. الأرامل أو المطلقات مفيش حد فينا بيختار الصفة دي، الصفة دي بتجيله في الحياة وهو ماشي. أنا معايا النهاردة نموذج من النماذج، حابب بس كمان أضيف لكم إن هي بيقطنها 303 أسرة فقدوا عائلهم، وكانت مبادرة من الدولة تخصيص قطعة أرض ليهم، كمان كل أسرة بتاخد 6 فدادين علشان تزرعها. حابب كمان أقول إن قرية الأمل أو قرية صناع الأمل أو قرية الأرامل كما يطلق عليها إعلامياً هي موجودة في المنطقة الواقعة ما بين الأقصر وأسوان في مركز إدفو، يعني نقدر نقول في آخر بلاد المصريين. بنرحب بيكم. أهلا وسهلا. ممكن نتعرف من حضرتك إيه مشكلات القرية؟ مشكلة القرية هي الغراج، القرية اللي دايم معانا كان ما كانش بتغرج في الأول. المصرف موجود فوق وإنتوا تحت. المصرف والترعة. الترعة اللي بتسقي الأرض أعلى من القرية والمصرف أعلى من القرية. تمام، دي المشكلة الأولى. المشكلة الأساسية. المشكلة الثانية. الأساسية اللي ربت معنا هيش في القرية وربت معنا اللي بيخلق معنا الديابة. تمام. أكيد طبعاً. تعبين وكده. في تداعيات. كتير طبعاً. بس إحنا عايزين نعرف المشكلات واحدة. والمشكلة الثانية برضو هي المواصلات والصحة
و ايه الصحة؟ ما عندناش دكتور. ما فيش دكتور بس في واحدة صحية. في مستوصف طبي. مستوصف طبي ده أنشأته الدولة ولا لا؟ مشروع سيل. مشروع سيل. طيب ما خطبتوش وزارة الصحة علشان توفد لكم طبيب؟ احنا قلنا على أساس إن هما نجيبوا طبيب رفض وقال احنا لأن المستوصف بعيد من خدمته. طب لو حد تعور، لو حد تعب، المسافة ما بين القرية وأقرب مستشفى أو مستوصف قد إيه؟ 40 كيلو 30 كيلو. ووسائل المواصلات متوفرة طيب؟ لا بنأجرها. بنأجروها. يعني لو واحد مثلا لا قدر الله اتعور بالليل. مخصوص. لو واحد اتعور بالليل الحل إيه؟ بنتصل بعربيات من تحت تجينا برضو تاخد مسافة. عمل مساج حدينا وتاخدها ونزل تحت. أو تروسيكل. طيب يعني إحنا دلوقتي عندنا مشكلة في الإغراق. وعندنا مشكله في المواصلات. في المواصلات والصحه. الميه الحلوه. والصحه. طيب الميه الحلوه ايه مشكلتها؟ الميه الحلوه ما فيش ميه حلوه عندنا، بنشرب نجيب ميه من تحت، نشتري ميه من البلاد اللي تحت. امال بتزرعوا ازاي؟ ده المشروع اساسا المفروض ان هو زراعي. لا ده جايه ميه من الترعه، ميه الترعه دي جايه من النيل بس غير صالحه للشرب. فيش نيل، الصفي. طيب المصفى. طيب قبل ما نكمل الحكايه انا عايز اعرفكم بس الاول على زميلي الاستاذ اشرف، برضه يعني حابب برضه يقول كلمه. اهلا وسهلا بيكم، وانتوا ستات جمال. الله يبارك لك يا رب. وستات ابطال. ان انتوا على فكره ان انتوا تزرعوا الارض من 23 سنه، انتوا زي ما بيقولوا انتوا بجد نموذج حي للمراه المصريه القويه والمراه السعوديه الجدعه. انتوا فعلا نموذج مشرف. حاجة بسطوية، انت معاكي كام ولد؟ معايا أربعة. أربعة. شكلك انت الكبيرة بتاعت القرية. كبيرة على نفسي بس. كبيرة على نفسك وعلينا والله. طيب الأربعة بيشتغلوا إيه؟ على باب الله أرزاقية اللي قاعدين في الأرض هي ثلاثة قاعدين على الأرض، اللي يلقوا يوم ما يلقوش وربنا يعلم. قاعدين على الأرض والله، بيحطوا اللي يلقوه، القرش اللي يلقوه حطوا فيها. طيب حاجة نظيرة، معاكي كام ولد؟ اثنين. وانا عرفت ان في واحد موجود في اسكندريه وواحد موجود معاكي. طيب اللي مشي ده، مشي من اسكندريه ده مشي ليه؟ مشي عشان الارض متت، بقت فارس ومتيت، رمت ملح وباظت، يعني مش ما صلحتش للزراعه. زرعنا فيها 5 سنين بعد كده باظت، هملها ومش اخذ عياله وراح اسكندريه. والثاني ده معاي تعبان، مرض نفسي يعني بعالج. ربنا يحفظه يا رب. ده بره يحفظ الجميع يا رب. والحاجه معاكي ايه ولاد؟ انا معايا سبايا. ربنا يخلي ما شاء الله. سبايا. معايا 4 بنات و3 اولاد، وانا ساكنه في القريه ومضطره في التعليم. يعني كانت معايا بنتين بيمشوا مسافه بعيده وسط الزراعه وسط الهني، وعلمتهم برضه وديتهم الدبله. طيب انت زوجك موجود؟ لا متوفي من 5 سنين. متوفي من 5 سنين. طب انت مش شايفه برضو ان 7 عيال دول حمل يعني؟ ما تصيبها هذا عملية. الناس بدري كانت كل حاجه رخيصه. ربنا يقوينا عليهم. ولا رخيصه بيعجلها برضه. والله عاد ربنا يقوينا. مش الواحد بيعجلها. في الزمان الاول. طب احكي، انت شكلك عايزه عندك حكاوي، احكي يا حاج. دخلت الوقت في الوقت يعني قصدها تقول لك في الوقت كان رخيص. الحاجه كانت رخيصه يعني، وكانت بتقدر تجيبها. عايز توصل لك المعلومه دي. الدنيا كانت رخيصه فنخلف 7 ماشي. طب الصحه؟ الواحد زمان جيل نحن ما زيش جيل ضلك، احنا كنا بنشيل البلاص ده 15 دور نجيبه على الواي واحد وتجي تولد الواحد وتقوم. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. أول شهر العين الواحد. أنا عايزك تحكي لي الحكاية أول ما رحت واستلمت القرية. أيوه أول ما رحت استلمنا من 23 سنة. أيوه كانت معايا بنت في الثانوي. مش على نفسك ولا عاملة القرية. القرية كانت عاملة ازاي؟ كانت حلوة، كنا حلوين مع بعض اخوات ونمشي مع بعض غناوي وهي صغيرة ونسا واكل فرحانين فرحانين كانوا بجد يعني في الاول. لكن ذاك عندما جاء الاراق وجات الفارس ده وبنخاف من الديابة، كل واحدة بتروح تقعد. طب قبل ما نخش في المواضيع دي انا عايز اعرف، انتوا دلوقتي 303 عيلة كلكم عارفين بعض؟ عارفين بعض، حافظين بعض. كلنا العيال بعض. ايوه كلنا. وبتتجمعوا فين؟ جمع كل شويه بنجمع. لو حد في عندي واجب ولا حاجه بنروح في طوارئ نروح من بعض. حصلت طوارئ نروح من بعض. لا يعني لو حد مثلا عنده مشكله، عنده ازمه، كلكم بتروحوا؟ قلنا بنوقف مع بعض. معانا كمان الجيل الجديد من سكان القريه، بنرحب بيهم معانا في الاستوديو. ازيك يا نوف، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟
بتحبي القرية؟ أكيد طبعاً، ده إحنا عشرة مع بعض وعاشوا مع بعض وصعوبات وعملوا حاجات كتير. إيه الصعوبات اللي عاشوها وتعدوها إزاي؟ هو لحد دلوقتي بيعدوا فيها، أكيد ما عدوهاش كلها طبعاً. طب أنا عارف إن أنت عشان تتعلمي تعبتي. أكيد طبعاً، مفيش مواصلات، مفيش أي حاجة، ما بتعرفش تروح تعمل أي حاجة عايزها. ده أنت لو تعبت أصلاً مش عشان تروح المدرسة ممكن تموت عشان توصل للمستشفى. أنت كنت بتروحي المدرسة راكبة لودر؟ مش على ده فخر على فكرة، ده فخر على فكرة، على فكرة ما تتكسفيش من حاجة زي كده، دي حاجة زي كده تعليكي في السما. اطلبوا العلم ولو فين؟ الصين. اطلبوا العلم ولو في الصين. أكيد طبعا. وأنا بحييكي وإحنا كلنا بنحييكي. كنت بتركبي اللودر عشان تروحي المدرسة؟ اه. كنت بتلحقي الحصة كام بقى لآخر الآخر؟ كنت بروح ألقاها خلصت أرجع. بجد؟ طب أمل عاملة إيه أمل؟ ما فكرتيش إن أنت مثلا الظروف صعبة وكده إن أنت بقى تبتدي تفكري إن أنت تشتغلي برا القرية؟ إحنا قريتنا تربينا فيها وما نقدرش نطلع منها. إن إحنا يعني نشتغل برا القرية دي حاجة صعبة. عشان هي يعتبر في حتة يعني بعيدة عن المدن وبعيدة عن الحاجات كده، فإحنا يعتبر في القرية نفسها. فإنك عشان تنزل وتشتغل عايز مواصلات وعايز حد يجيبك وحد يوديك، دي صعبة جدا. طب إيه أكتر موقف صعب حصل لك في القرية وما عرفتوش تتصرفوا فيه؟ هو بتبقى في حاجات صعبة، ممكن النور يقطع ياخد يوم ما يشتغلش، المية دي صعبة جدا، يعني المية الحلوة بتبقى الناس عايشة على مية وحشة، القرية لما بتغرق بتبقى في الشتاء بتبقى حاجة صعبة، مواصلاتها إن الواحد ينزل ويطلع دي برضو حاجة صعبة. نرجع لأشرف بيه، اتفضل يا أشرف بيه. انت كمان اتفرعنا إن ما قدرتش حاجة تهزكم ولا تضايقكم وتخليكم ان انتوا تتنوا عن عزمكم. كل واحده فيهم ست يعني زي ما بيقولوا تتشال على الراس وتتباس. الست اللي تعلم ولادها والست اللي تزرع ارض وتزرع محبه ما بين العائلات والناس يبقى ملمومه في جو كده عائلي، وإن الست الجميلة اللي قالت تضحك نضحك في عز همومنا عشان إحنا أقوى من الهموم. طيب إحنا عايزين نعرف إيه الأنشطة اللي أنتوا حاولتوا تنفذوها وبقت بالفشل أو ما كملتش؟ ناخدها كده نقط سريعة. ولا إحنا كنا عاملين مشغل في القرية. حلو، مشغل مكان خياطة وكده. نحن نخيط مع الستات ومع بعض وكده ونبيع ونشتري وكده. فوسيلة المواصلة والتسويق صعب. بس المكان موجود لسه؟ المكان موجود. لكن النقل والتسويق. التسويق والنقل والخامات اللي كنا بنجيب، بس عملنا حاجات جميله جدا. يعني عاملين مفارش سراير. انا واشرف بيه ونتفرج عليها. مفارش المفارش الاسواني دي جميله والله. على التليفون مش عارفه معروف. المشروع ده وقف. اللي بعده. كنا عايزين برضو بندرب الستات على الخرز والحاجات دي برضو. هو بس مشكلتنا كلها المواصله والتسويق. المواصله والتسويق. والتسويق. والخامات على اساس الظروف ما فيش فلوس في الجمعيه ان احنا نجيب على اوسع نوسع نطاق بتاع الشغل. تمام. طيب ايه كمان بالنسبه للزراعه؟ انتوا المفروض مصروف لكل عيله ست فدادين. طب سته ما سته فدان عاوزين شغل، عايزين تكاليف، عايزين مصاريف. استاذ عايزين مصاريف. اللي عايزه كيماوي، عايزه تجاوي، عايزه سوبر، عايزه حرات، عايزه غاز للمكن. تصليح شغل تقيل بصراحه. يعني اذا الدوله لما سلمتكم البيوت وسلمتكم الاراضي كان ناقصنا في زراعة الأراضي التمويل. أي التمويل دي مشكلتنا الوحيدة؟ أيوه دي مشكلتنا. أيوه عشان نصلح ونزرع يعني. بس أنتوا نفسكم في إيه؟ نفسنا نصلح ونخدر الأرض. نخدر الأرض. نفسك؟ نخدر الأرض. طيب نخدر الأرض، ومن الجملة الحلوة ديت هقول دقت ساعة الصفر. في جملة أو في جملتين هسأل كل واحدة حلمها إيه ونفسها إيه لبكرة. ممكن يا أستاذة سيدة تقولي لنا؟ خضر الأرض وشوفها جنة. تخضري الأرض وتشوفيها جنة، حاجة بسطوية. نعم، خضر الأرض وشوفها جنة. الله عليك. وشغل الأولاد. حاجة نظيرة. إيه؟ نفس حلمك إيه؟ حلمي أنا نخضر الأرض. نخضر الله عليكي. ها؟ حاجة عنها إيه؟ خضر الأرض ونشوفها كده. الجيل الجديد بيحلم بإيه؟ خضر الأرض. خضر الأرض ونشوفها جنة. كله عايز يخضر الأرض. ما ده حلم حياتنا. أنا عايز أعرفكم بالراجل اللي قاعد جنبي. هو أنا كنت أتمنى إن هو يكون زميلي. لكن الأستاذ أشرف هو من أحد الأشخاص
شركة الحلم معايا بيساعدونا وبيسندونا علشان نقف مع الناس ونحقق لهم أحلامهم. إحنا عايزين نخدر الأرض ونزرع القمح ونزرع الكركديه الأسواني الجميل. وإن شاء الله هنبقى معاكم في حلمكم، وإحنا بنتشرف كأفا مينا إن إحنا بنقول لكم إحنا معاكم بمئة فدان نزرعهم زراعة كاملة من تقاوي، من حرت، من مية، تجهيز يعني، من تجهيز يعني. إذن معانا مئة فدان في القرية، مئة فدان في القرية هنقوم بزراعتهم بتجهيزهم بالمعدات وبالتقاوي والعمالة، كل حاجة، كل حاجة، كل فضلوا معانا شركة أفا مينا. انتوا بتقولوا ايه؟ تعالوا معانا، تعالوا نحتفل، هنزرع 100 فدان ومكملين. يعني لو زرعنا 100 فدان وربنا كرمنا وكسبوا واشتغلوا، احنا السلوجان بتاعنا احنا ابتدينا وانتوا كملوا، احنا ابتدينا، احنا ابتدينا وانتوا كملوا. احنا ابتدينا بالمئة فدان، ولو انتوا ربنا كرمكم واشتغلتم والمئة فدان دول بقوا حاجه كويسه نكمل تاني معاكم. احنا عايزين الزغروطه الاسواني الجميله بقى. طب واحنا زغروطه في المايك والنبي. احلى زغروطه لاحلى ام. عايزينكم بقى تشد حيلكم دلوقتي. احنا معانا شهاده من شركه أفا مينا بتقول إن إحنا ملتزمين وإن إحنا زي ما وعدنا هنحقق الحلم. معانا 100 فدان، هيتزرعوا إيه؟ هيتزرعوا قمح، هيتزرعوا كركديه، هيتزرعوا قمح، اللي تختاروه نزرعه، اللي يختاروه. ستات قرية السماحة، هوانم قرية السماحة، معانا 100 فدان هنبتدي بزراعتهم. الحلم كبير، والحلم ده مش هينتهي دلوقتي، الحلم ده مكمل، بس انتوا لازم تورينا شطارتكم علشان ال 100 فدان يبقوا 200، يبقوا 300، يبقوا 1000، يبقوا 1000. مش انتوا كلكم ايد واحده؟ كلنا ايد واحده، واحنا كمان ايدينا معاكم. كلنا ايد واحده. هذا البرنامج برعايه